سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وإذا سهيل بن مبارك بن مرخان الذي يعلن تواجده على المركز الأول، هناك على المركز الثاني النصر في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، أيضا مختار بن أحمد اللي يضمره والمركز الثالث، تتواصل انطلاقات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سيد بن أحمد بن خريدة آلي نيبي في التضمير المركز الرابع، هنا في المركز الرابع حرقان، هناك ايضا في الانطلاقه المركز الخامس لسمو الشيخ راشد محمد بن راشد المكتوم وراشد بن سالم بالشاوي الغفلي الذي يتابع هذه التحديات، بينما المركز السابع او المركز السادس هنا وصل الشامخ لهجن العاصفه احمد بن راشد بن غدير يضمره وفي المركز السابع، نعود مع انطلاقه سلهود لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم، ايضا ثاني بن عبيد بالكديده في التضمير والمركز الثامن، هنا يتواجد سلهود لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير ايضا في تضميره، بينما المركز التاسع هناك نعود مع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد في التضمير، والمركز العاشر سلهود لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ايضا مطر بن لحج الهايري في التضمير. هذه المراكز الاولى، هنا ايضا انطلاقات الجعدان في تجربه التحديات، والكل ينتظر ايضا اثبات البدايه الاولى بالتحدي الاثاره، النصر 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 على المركز الاول، النصر على المركز الاول مع الشيخ محمد بن فطيه الحامد، ولكن ما شاء الله وتبارك الله هملول وصل، هملول انطلق هملول الى مقدمه الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اذا التهنئه والناموس من خلال هذه الانطلاقه مع اندفاع هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز هملول بالمركز الاول، تهنئتنا ايضا محمد بن سعيد بن مروش التهنئه والناموس ما شاء الله وتبارك الله، المركز الثاني نصر لمعالي الشيخ محمد بن بطيئ الحامد الشامخ، والمركز الثالث لهجن العاصمه، والمركز الرابع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس سلود سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز السادس ياتي شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز الاولى، التحديات والإثارة والانطلاق والاندفاع في هذه اللحظة ما شاء الله وتبارك الله. نعود للمقدمة 6 دقائق 24 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهنئة والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أيضا تهنئة محمد بن سعيد بن مروشد بالفوز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني جاء من نصيب النصر في المركز الثاني، أيضا تهنئتنا لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد مختار بن احمد الذي قاد ايضا نصر المركز الثاني 6 دقائق 25 ثانية، 3 من الأجزاء من الثواني، والمركز الثالث جاء الشامخ في المركز الثالث، تهنئتنا والناموس لهجن العاصمه، ثانيه لحمد بن راشد بن غدير 6 دقائق 25 ثانية و8 من الأجزاء من الثواني. هذه التحديات، هذه الاثاره، هذا الانطلاق الذي نتابع ايضا حضوره مع هذه اللحظات في اندفاع المسار واستكمال انطلاقي هذا الاسبوع، الاسبوع الاول